مدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش المدير الفني للمنتخب العماني، نتكلم معاه عن منافسه. اخر مواجهه واجهها المنتخب العماني كانت قدام المنتخب التونسي في البطوله العربيه، منافسنا في مباراه الاربعاء القادم ان شاء الله. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. صباح الخير ويسعدني ان اسمع صوتك وان اتحدث معك. اشكرك يا فندم. مواجهه او المنتخب العماني بشكل عام في البطوله العربيه قدم اداء محترم جدا، وكانت او كان الخروج من البطوله امام منتخب كبير اخر هو المنتخب التونسي، يعني كلنا كنا سعداء بمستوى المنتخب العماني في هذه البطوله. نعم اشكرك على هذه الملاحظه. نعم كنا فخورين جدا بأداء المنتخب العماني لأننا كنا لعبنا أمام فرق كبيرة ومثل الفريق العراقي والفريق العماني، فريق يتمتع لاعبوه بسن صغير ليس بالطبع كالفريق المصري، وبالنسبة لنا كانت فرصة عظيمة جدا بالنسبة لنا أن نلتقي بهذه الفرق الكبيرة وحاولنا اكتساب خبرات كبيرة من الفرق الأوروبية. بالطبع الفريق التونسي أحرز هدفه الثاني وكان هناك الكثير من المفاجآت، ولكن نحن ندعم فريقنا دائما. أيضا الأمر بالنسبة لنا نحن جزء منها، كنا جزء من هذه المنافسة، وكانت مشاركتنا أمر هام بالنسبة لنا. بالنسبة للفريق العماني وبالنسبة أيضا للاعبين. سؤالي ليك عن نقاط القوة والضعف في المنتخب التونسي وقت أن كنت تواجهه في البطولة العربية. الفريق التونسي حين كانوا يلعبون في مواجهتنا أولا هم يحاولون أن وبالطبع هم ونعلم أننا كنا قد أعددنا فريقنا إعدادا جيدا ولكن كان لاعب الفريق التونسي أكثر قوة من لاعبونا. كان هناك بعض اللاعبين في الفريق التونسي ممن لعبوا في مانشستر يونايتد على سبيل المثال. ومنهم من كانوا لعبوا لسنوات كبيرة في فرق رياضية في قطر. وبالطبع هنا النقطة الثانية هي أننا حاولنا أن نلتقط ونحصل على الكرة أثناء المباراة وحاولنا أن نقوم بلمسات سريعة للكرة والقيام ببعض الهجمات. أيضا
كان لدينا بعض الرميات الكرات الحرة والركلات الحرة. أيضا أحد أهم الأمور التي رأيتها هو أنهم كان لديهم نقاط هجوم قوية جدا. And I'm not sure if the center defenders can cover this position. But ولكن عموما فإن الفريق التونسي فريق جيد جدا. Two touches and also they use the risk. ويخاطرون فيها. Tunisian offensive third. في هجماتهم. سؤالي اللي جاي ليك يخص هذه المواجهة التي تجمع المنتخب المصري والمنتخب التونسي على ضوء رؤيتك للمنتخب المصري وبالتأكيد رؤيتك للمنتخب التونسي لما واجهته، شايف المواجهة دي من له الأفضلية في هذه المباراة؟ من الصعب أن أتحدث عن أي الفريقين أفضل، ومن كان لدينا مثلا مباراة الفريق المصري والفريق الأردني كان من السهل هزيمته، لكن المباراة كانت صعبة. الأمر الفريق المصري بصفة خاصة يتمتع بقدرات كبيرة، وكان هناك الكثير من الفرص، ولكن الفريق المصري كان في النهاية محظوظا لأن يحصل على الفوز. الفريق المصري يتمتع بالكثير من اللاعبين الشباب، وسيكون المباراة مفتوحة لكل الاحتمالات، وأمر شيق أن نتابع هذه المباراة. وهناك علاقة خاصة فيما يتعلق بكرة القدم بين مصر وتونس والمغرب والجزائر. سؤالي الخاص الآن هو بعيد عن البطولة العربية، سمعنا أكثر من مرة عن وجود عروض مصرية للتعاقد معاك في السابق تحديدا من نادي الزمالك، هل هذا الحديث صحيح؟ I had some contacts in past years and some agent called me about the Zamalek. اتصل بي بعض الوكلاء حول تدريب فريق الزمالك. Some obligation to, in the, I was under contract and couldn't move to Cairo. وكان هناك because I know Zamalek is big. أعلم أن فريق الزمالك فريق كبير في مصر. Work in the big team to make a good result. ويمكن أن يحرز نتائج جيدة من خلال العمل معه. ولديه خبرات كبيرة. Such clubs, as you know, I was. كما تعلم ف. In three different countries. لقد قمت بتمرين فرق في ثلاثة دول مختلفة. Religion like Croatia, China. وفي كرواتيا والصين. Also, two times I was participating. أيضا اشتركت مرتين in France, في تدريب فرق في فرنسا. I qualified with Iran 2006. وكان هذا في أيضا كنت في عام 2006 في ألمانيا. Like in Egypt was. لذا فإنني يسعدني أن أحصل على فرصة تدريب فريق كبير مثل الزمالك. تعلم أن الأهلي والزمالك هم أكبر الفرق في مصر. وكما تعلم هناك الكثير من اللاعبين. عادة أسأل هذا السؤال لضيوفي الكبار المدربين الكبار، كيف ترى
تواجد لاعبنا او يعني مكانه لاعبنا المصري الكبير محمد صلاح بين ترتيب الافضل عالميا الان؟ انا فخور جدا بهذا اللاعب محمد صلاح، هو يستحق ان يكون افضل لاعب في العالم ويؤدي بشكل ممتاز وأداء رائع مع الفريق القومي المصري ويظهر العديد من المهارات التي تؤهله لكي يكون أفضل لاعبا. بالنسبة لي هو يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب أكثر من أي أحد. هل أفهم من ده أنك اخترته كأفضل لاعب في العالم في جائزة ذا بيست التي تقدمها الفيفا بصفتك مديرا فنيا للمنتخب العماني؟ نعم. اخترته في الترتيب الأول. لقد اخترت في المرتبة الأولى ليفاندوفسكي وفي المرتبة الثانية صلاح. الكرواتي برانكو إيفانجوفيتش المدير الفني للمنتخب العماني، أنا بشكرك شكرا جزيلا. اختار ليفاندوفسكي ما اختارش صلاح الأول، بس هاي نقاط وبتتعدل. صلاح تعرفين المراكز من الأول للتالت هيبقى ليه كل واحد ليه نقاط، كل مدرب بيختار عدد وبيختار أو يعني المركز الثاني والمركز الأول كل واحد ليه عدد من النقاط. صلاح في المرتبة الثانية في اختيارات مدير الفني للمنتخب العماني في جائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم. طيب